في حفظ الله ورعايته. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، وايضا تعلن انطلاقه وتحدي هذا الشوط الذي يحمل الاثاره والمنافسه خاصه بالابكار. نسير مع المقدمه والصداره الاولى، ناخذ المركز الاول. ايضا ضمن تحدي هذا الشوط شعار سعيد بن خلف، من خلال تواجد الشعار سعيد بن خلف القبيسي على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، ثاني المراكز، أو هنا مزعل لسيد سالم بن راشد المدهوشي على مقدمة الشوط. المركز الثاني تتواجد هناك بالحضور مشاهدينا الكرام لسيد علي بن خليفة بن سويف الكتبي على المركز الثاني. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز، هناك الوصول والتقدم الحاضر مشاهدينا الكرام، والتقدم من اللي وصلت على المركز الرابع. ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المركز الأول والتحدي الأول. الله يا المتحدة المتحدة. ولكن شوف اللي حضرت، شوف اللي وصلت، وصلت دكتورة دكتورة اللي غيرت هنا بأدواتها على المركز الأول، بعلاج الصدارة، بعلاج الناموس، بتخطيط للفوز والانتصار مع البوس، مع البوس، مع ماجد بن محمد، ماجد بن محمد بالعكوي. يقدم دكتورة، يقدم دكتورة المتحدة المتحدة المتحدة، دكتورة دكتورة المتحدة يوسلوب. الله 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 الله، يا سلام، لله درك. النقطة الثانية على التوالي مع بن سويف، تهانينا والناموس للسيد، تهانينا سيد علي بن خليفة بن سويف على فوز ايضا المتحدة المركز الثاني. هناك اللي انضمت على المركز الثاني السيد سالم بن راشد المدهوشي، والمركز الثالث رقم 70 للسيد ماجد بن محمد العكوي، من خلال ايضا تحجم اللجنة المنظمة لهذا الميدان. اما التوقيت دقيقتين 15 ثانية. تهانينا والنام